ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهي ايه هي اسرع واسهل طريقه ان انا اقدر انزل فيها بالوزن بتاعي، والناس اللي عندها مقاومه الانسولين عاليه تعمل ايه عشان تكسر ثبات الوزن اللي عندها وتنزل في الميزان بتاعها. الفيديو ده ليكم انتوا، تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا الحل والنتيجه وايه هو النظام اللي ممكن تتبعيه عشان ينزل الوزن معاكي بكل سهولة وبكل يسر وبدون تعب او مجهود. نرجع للموضوع بتاعنا، هو انه ايه اسرع طريقة ممكن تديني نتيجة كويسة وهتخليني متحمسة واكمل وما يأسش دايما من الدايت اللي انا بعمله. انا دايما بقول للناس مش شرط ان وزنك ينزل بسرعة عشان تكون ماشي صح وشغال صح، بس طبيعة الناس بتكون عاوزة تشوف حاجة تخليها حاسة ان هي بتعمل حاجة، انه في نتيجة، اني انا بشوف رقم على الميزان، ان انا شكلي بيتغير وقياساتي بتغير. وده حق اي حد بيعمل دايت انه يشوف النتيجة والتغيير اللي بيحصل معاه، لانه ده بديه الدفعة وبديه حماسة انه هو يكمل الدايت بتاعه. بس ده مش شرط، لان ده حسب الضرر اللي حصل في الهرمونات بتاعتك. بس ده مش شرط عشان انا اشوف النتيجة اللي انا عايزة اوصل لها يكون بالسهولة ديت وبالسرعة ديت. ليه؟ لانه في ضرر في الهرمونات بتاعتك ومدى استجابتك لأي دايت. لو مثلا انا لسه اول مرة في حياتي بعمل دايت وسني صغير وعملت دايت لأول مرة في حياتي، هتبقى نسبة استجابتي للدايت عالية جدا ونسبة نزولي سريعة جدا. بتختلف عن شخص تاني عمل 500 مرة دايت وكلها كانت حاجات مش صحية، زي الدايت اللي بيعدم العافية، الدايت اللي ما فيهوش اكل دوت، اللي هو الدايت الجوع، اللي هي ربع فرخة وبضايا وربع خبز، والكلام ده جوع، الكلام ده ما فيهوش اكل اصلا، وزي دايت التفاح وزي الدايت الكيميكال وزي دايت الفاكهة ودايت كتير قوي بنسمع عنه، والدايت ما فيهوش غير السلطة. الناس دي بتعمل ضرر في هرموناتها. مش سهل انه انا اول ما اديك الدايت هتلاقي نفسك بتخسي على طول. هيجي يقارن نفسه بينه وبين حد تاني، وهيجي يقول لي انا صاحبي او اختي، انا صاحبتي او صاحبي او اختي عمل نفس الدايت بتاعي ونزل كيلو او نزل 2 كيلو من وزنه في الاسبوع، اشمعنى انا ما نزلتش؟ ليه انا ما نزلتش مع اني انا ماشي على نفس الدايت بتاعه؟ مش معناه دوت ان الدايت بتاعي او بتاع اي حد غيري مش شغال، لا، وانه ما بينزلش في الوزن. ساعتها بكل بساطة انا هغير النظام كله عشان تقدر ان انت تنزل في وزنك. بس المشكلة هنا انه انت عندك ضرر كبير في الهرمونات بتاعتك بسبب اتباع أنظمة الدايت المختلفة اللي دمرت الهرمونات عندنا وخلت استجابتنا لأي نوع من أنواع الدايت صعبة جدا. وبسبب المشكلة الكبيرة ديت والضرر الكبير اللي أنا عملته خلال السنين دي كلها، أنا مش هشيله في يوم وليلة، لا أنا ولا غيري. طيب إيه بقى الدايت اللي ممكن أعمله في الأول على الأقل عشان أضمن لنفسي أني أنا حتى لو عندي مشكلة في الأنسولين، حتى لو عندي مشكلة في الهرمونات، إيه هو الدايت اللي أنا ممكن أعمله ويزق معايا في الأول ويجيب معايا نتيجة؟ الدايت اللي ممكن انا اعمله لحد ما اشوف في الاول هيعمل معايا نتيجة واحس اني انا بنزل في الوزن وان قياساتي بتغير وان انا ممكن اكمل عليه واني مش هيأس، في دايت اسمه اوماد. دايت الاوماد دوت او نظام اوماد اللي هو نظام الوجبة الواحدة، انا اتكلمت عليه في فيديو منفصل خالص، هتلاقوها عندي في الفيديوهات، اسمه نظام اوماد،
نظام الوجبة الواحدة. نظام أمت دوت أنا بعتبره من الأنظمة الجميلة جدا الحلوة جدا اللي بتساعد في رفع معدل الحرق. في ناس بتشوفها حاجة مرعبة، وفي ناس بتشوفها تجويع، وفي ناس بتشوفها مجاعة، مع إنه الأمت مش كده خالص، هي مش مرعبة ومش تجويع خالص. انت بتاكل اكل كتير بس بتاخده مرة واحدة في اليوم. نظام أومد نظام ما بيشتغلش على نسبة الكالوري خالص. مش معنى اني انا بحرق 2000 كالوري يبقى انا اخصم منهم 500 يبقى انا اخد 1500 كالوري. دايت أومد ما بيشتغلش على نظام الكالوري نهائي. انا ما اقدرش احسب لك نسبة الكالوري في النظام دوت، لان انت اصلا في الوجبة الواحدة مش هتقدر تاكل كمية اكل كتير. فعشان كده بقول لكم انه نظام أومد ما بيعتمدش خالص على نظام الكالوري نهائي. فمش معنى ان انا بحرق 2000 كالوري يبقى اشيل منهم 500 كالوري يبقى انا اكل 1500 كالوري. لا، نظام أومد ما بيمشيش على نظام الكالوري نهائي. نظام أومد انا بتبعه مع حد بكون عارفة ومتأكدة انه بوظ الهرمونات بتاعته. فعشان يلاقي نتيجة بسرعة بعمل حاجة بتزبط الهرمون بسرعة. هو عمر ما الهرمون بيتزبط قوي، بس دي اسرع طريقة بتزبط الهرمونات، وهو نظام أومد. نظام الوجبة الواحدة نظام موجود من زمان، من حوالي 1800 وحاجة، وكان بيستخدم عشان يعالج أمراض كتير جدا، وكان من ضمنها مرض الحرق. خلاص أنا هرموناتي مش شغالة، ما بقتش تحرق، ما بقتش بحرق زي الإنسان العادي، بقت البسكوتة بتخني، بقت حتة الشيبسي بتخني، فهرموناتي مش شغالة، نسبة الحرق عندي ضعيفة جدا. فأنا بنصحك إنك تتبع نظام أومد. لو أنت مش هتقدر تمشي على نظام أومد، امشي على نظام الوجبتين في اليوم. طب يعني إيه أومد؟ يعني أنا بقفل بقي طول اليوم، بدخل فيه مية، قهوة، شاي بدون سكر، بدون حليب، لحد ما يجي ميعاد الوجبة الأساسية بتاعتي. ميعادها امتى بالظبط دي انت اللي تحددها، عايزها الصبح، عايزها الظهر، عايزها بالليل، انت اللي تقدر ما تحدد ميعاد الوجبة بتاعتك. هتاكل ايه في الوجبة ديت؟ هتاكل فيها كل حاجة، هتاكل في الوجبة دي كل حاجة. هتاخد بروتين، يعني ممكن تاكل نص فرخة مع خضار كتير، تاكل معها طبق سلطة كبير. عشان الناس بتقولك لا ده نظام مجاعة، لا ده انا ما باكلش. تاكل كل حاجة، تاكل كل حاجة جسمك محتاجها من الغذاء. هتاكل فيها فاكهة، هتاكل فيها نشويات، بس مش كتير، يعني مش هقعد اكل طول اليوم سندوتشات واجي اقول انا وانا ما بخسش ليه. هتاخد شوية رز، هتاخد شوية بطاطس، هتاخد شوية مكرونة. اللي عنده مقاومة الانسولين عالية وقوية يفضل انه يعمل أومد بدون رز وبدون مكرونة. كبداية احنا ممكن نستخدم الدهون الصحية، حبة حلوين كده او حبة كويسة كده، زي زيت الزيتون، زي الافوكادو، زي السلمون، المكسرات، وزي الكلام ده كله. الناس اللي ماشية على نظام الكيتو، طبعا انتوا عارفين انه نظام الكيتو ما فيهوش كارب خالص، يعني ممنوع الرز، ممنوع النشويات، ممنوع المكرونة. طب هو ايه اللي بيحصل في الأومد؟ اللي بيحصل في الأومد انه بيعلي هرمون الحرق. ازاي بيعلي الحرق؟ انها بتعلي هرمون الأبنفرد اللي هو اخو هرمون الادرينالين. الهرمون ده لما بيعلى بيظبط لك الهرمونات اللي احنا اصلا بوظناها، ودي دراسة اتعملت على جميع انظمة الدايت مش على نظام الأومد تحديدا. نظام أومد بيعمل على حل مشكلة الانسولين بشكل كبير. انت مشكلتك مع الانسولين، انت استنفذت الانسولين بشكل كبير جدا لدرجة ان جسمك بقى يقاومه، يعني ما بقاش يتأثر بالأنسولين.
ليه ما بقاش يتأثر بالأنسولين؟ لأن إحنا بناكل طول اليوم، وطول اليوم بنخلي الأنسولين عندنا عالي، فما بقاش الجسم يتأثر بيه، فبقى عندي مقاومة للأنسولين بدرجة عالية جدا. فبنظام أوميد بقينا إحنا نعمل إيه؟ بقينا نرفع الأنسولين مرة واحدة في اليوم، بدل ما كنا بنرفعه 10 مرات في اليوم بسبب السناكس وبسبب النقنقة وبسبب إن أنا أدوق دي، طب أخد حبة من دي. في ناس ممكن تشوفه صعب، وفي ناس ممكن تشوفه ندة ليها وترتاح عليه. في ناس كانت بتقول لي انا مشكلتي ان انا ما اقدرش اكل كل ساعتين، وفي ناس كانت بتيجي بتقول لي انا باكل وجبه واحده في اليوم بالليل بعد ما ارجع من الشغل، وفي ناس تانية كانت بتيجي بتقول لي انا مشكلتي ان انا لما بروح للدكتور بيديني دايت ب5 أو 6 وجبات، وانا ما عنديش وقت ان انا اقعد اعمل في الوجبات دي كلها. فعشان كده انا بنصحهم باتباع نظام اوميد، لانه هيكون مناسب جدا للناس دي وهيساعدهم جامد جدا في نزول الوزن. في ناس بتقولك انا ما باكلش طول اليوم غير وجبه واحده، بس هي طول اليوم رايحه جايه، قاعده بتشرب نسكافيه، قاعده بتشرب لاتيه، قاعده بتشرب اسبريسو، قاعده بتاكل حبه فاكهه من هنا، بتاكل حبه شوكولاته من هنا، ولما بتيجي بتقعد على السفره بتاكل مره واحده، فبتفتكر ان هو ده الاومد. لا، ده مش الاومد. الاومد معناه اني انا اقفل بقي طول اليوم، ما اكلش حاجه خالص غير فترة الاكل بتاعتي، ولو حبيت ان انا اشرب حاجة اشرب مية او شاي او قهوة بدون سكر وبدون حليب. يعني انت مش تصوم 16 ساعة ولما تيجي معاد الوجبة بتاعتك تقعد تعمل حفلة زي ما احنا ما بنعمل في رمضان، لا، انت كمان هتصوم بين الوجبتين. يعني بين الوجبتين لازم يكون في صيام متقطع، اقل حاجة يكون بينهم 5 ساعات. ليه لازم يكون بينهم 5 ساعات؟ ال5 ساعات دول بيكون في معدل الانسولين رجع للوضع الطبيعي اللي هو وضع الشخص الصايم. عشان كده مش مهم ان انت تصوم 16 ساعة او تصوم 18 ساعة، المهم ان انت تصوم ما بين الوجبات ويكون الفرق ما بينهم 5 ساعات او 6 ساعات، وهو ده الصيام المتقطع. تاكل ايه بين الوجبات؟ هتاخد بروتين عالي، خضار خضار خضار. الخضار عبارة عن فايبر. ما بتحبش الخضار، السبانخ والملوخية والفاصوليا والكلام ده، ممكن تاكل طبق سلطة كبير، لان طبق السلطة اهم من الخضار. ليه اهم من الخضار؟ لانه بيقولك انه الخضار الني اهم بكتير من الخضار المستوي. والدهون طبعا، سواء كانت في الجبن ممكن تاكلها من غير عيش، ما تقلقش وما تخافش مش هتتخن. الدهون في زيت الزيتون، في الافوكادو، في السلمون، في الزيوت الصحية، في المكسرات، كل الكلام ده تمام. ما بنصحكش ان انت تاخد نشويات في الوجبة الاولى، ممكن تخليها للوجبة التانية. الكلام ده للناس اللي متبعة نظام غير نظام الكيتو، الكلام دوت لناس متبع نظام غير نظام الكيتو خالص. ليه ما بنصحش باخد النشويات في الوجبة الاولى؟ لان لما باخد نشويات في الوجبة الاولى بتعلي الانسولين، فبتعلي هرمون الجوع، فبتحس ان انت طول اليوم جعان. ليه ما اخدش النشويات في الوجبة الاولى؟ هقول لك حاجة وممكن انت تجربها بنفسك. لما تيجي تاكل وجبة، الوجبة الاولى بتاعتك فيها نشويات عالية، مثلا اخدت طبق كورن فليكس، هتحس ان انت جعان طول اليوم، بعكس خالص لو انت في الوجبة الاولى مثلا اكلت طبق اومليت، مش هتحس بالجوع اللي هتحسه بالقدر الوجبة اللي انت اكلت فيها نسبة كربوهيدرات عالية ونسبة نشويات عالية زي طبق الكورن فليكس. ففي اختلاف جامد ما بينهم، ما بين انك تاكل نشويات وتاكل كربوهيدرات في الوجبة الاولى، وما بين انك تاخد حاجة ما فيهاش اي نشويات وما فيهاش اي كربوهيدرات، في فرق بالاحساس في الجوع ما بينهم. ما بتتعامل مع الخضار والفاكهة على انهم حاجة واحدة؟ لا خالص، الخضار حاجة والفاكهة حاجة تانية. الخضار فايبر والفاكهة فايبر مليان بالسكر. الفاكهة ربنا خلقها كحاجة حلوة،
حاجة مسكرة مستحيل نتعامل معها على انها وجبة. في ناس بتيجي بتقول لي انا ما باكلش طول اليوم لكن انا ممكن اتعشى طبق سلطة، هي فاكرة سوري طبق فاكهة، هي فاكرة كده ان هي ما تعشتش، لا هي دخلت كمية سكريات في جسمها هي مش محتاجة ليها. بالنسبة لي انا افضل ان هي تتعشى اي حاجة افضل بكتير من ان هي تقعد وتتعشى فاكهة، زي ما قلت بالنسبة لي ان هي تتعشى اي حاجة تانية افضل من ان هي تقعد وتاكل فاكهة. ليه؟ لان الفاكهة الياف مليانة سكر، ربنا حط فيها معادن وحط فيها سكر وحط فيها فيتامينات بس مليانة سكر. لو عايز تاكل فاكهة خدها بالمعقول، ويفضل انك تاخدها مرة واحدة في اليوم، ما تفضلش بتاخدها على طول رايح جاي نقنقة الفاكهة ليك، لان انت مش محتاج كمية السكر اللي بتدخلها في جسمك، عشان الفاكهة كلها سكر كلها سكر كلها سكر، وما فيش حد محتاج لكمية السكر دي كلها. اتعامل مع الفاكهة او اتعامل مثلا مع الموز على انها حتة شوكولاتة، مش تتعامل معها على انها خصاية او على انها جرجير او على انها بقدونس خالص. في فرق ما بين الفاكهة وفي فرق ما بين الخضار. صح الناس اللي عندها مقاومة انسولين عالية انها تتبع نظام اوميت، الناس اللي بوظت الهرمونات بتاعها بسبب اتباع نظام المجاعة اللي هو ما فيهوش اكل خالص، اللي هو ربع فرخة حتة خبز معلقتين رز، انت ممكن تنزل في الوزن دوت، بس لما تيجي تاكل زي الانسان الطبيعي هتلاقي نفسك ان انت زدت في الوزن اللي انت نزلته وتعبت فيه الأشهر دي كلها. خلينا في المعقول، خلينا في المعتدل، نعرف احنا بناكل ازاي، ننظم طريقة اكلنا، وصدقوني هتنزلوا في الوزن بتاعكم وهتكسروا مقاومة الانسولين اللي عندكم، وهتلاقوا قياساتكم اتغيرت وهتلاقوا شكلكم اتغير. ما كان معاكم نرمين محمد من قناة كيتو نيري. لو انت لسه اول مرة تشوفي قناتي وما اشتركتيش فيها، ياريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس وتعملي لايك وكومنت، ومستنية كومنتاتكم الجميلة على الفيديو دوت زي ما تعودنا كل مرة، وياريت ما تحرمونيش منها. وشكرا لكم، وانتظروني في فيديو جديد.